صباح الخير. بص يا جماعة، أنا جاية، أنا بقالي كتير قوي ما بطلعش ومش بتكلم، بس إيه اللي رجعني هو إني عايزة أتكلم معاكم في موضوع تاخدوا بالكم من أولادكم. أنا امبارح كنت هفقد ياسمينة بنتي، ربنا يحفظها يا رب ويحميها لي. إحنا عزلنا في بيت جديد، البيت ده ما فيهوش غاز طبيعي، فيه أنابيب، فأنا اشتريت سخان جديد وركبته. من كام يوم كده انا دخت من السخان ووقعت، بس ما اعتبرتش ان دي حاجه سيريس، وقلت ربما انا اللي مش سليمه وانا اللي مش تمام. فامبارح دخلت بنوتي، وبعد اقل من 5 دقايق لقيتها بتصرخ تندهلي مامي. جريت عليها لقيتها، الله اكبر، يعني بتعمل حركات تشنجات كده وعينيها مغربه باصه في ناحيه واحده. خطف حضني وحاولت اشيلها، اغمى عليها، وقعت ووقعتني معاها، الحقوني الحقوني. المهم قعدنا كتير في الارض، هي مغمى عليها وراحت راحت خالص. انا جت اختها ساعدتني، كلمت دكتوره صاحبتها، قالت لها بسرعه تتنفس هوا بعيد عن، قفلنا الانبوبه وفتحنا البيت كله. وقعدت يا جماعة والله العظيم نص ساعة من الرعب والخضة والخوف، يا رب ما حد يشوفها، يعني ما اعرفش الاعراض بتاعت ان حد يجرى له كده دي، ايه اللي يتعمل والحقها ازاي. كل همي كان ان انا اشيلها من على الارض. قعدت فعلا نص ساعة من اصعب ما يكون في حياتي. انا اصلا يعني لازلت متوترة، الحمد لله دلوقتي بقت كويسة، بس على بال ما نقلناها على السرير وقعدنا شوية، أنا كل عينيا مرتبطة بنفسها عمالة أطمن إن هي بتتنفس. قعدنا حوالي 3 ساعات، نامت فيهم نص ساعة والباقي مغمى عليها. طب قعدت أقرأ أنا على جوجل أعمل إيه لو حد حس باختناق الغاز ده، إيه الأعراض. طبعا قريت كلام رعبني ان الانسان ممكن يفقد حياته اصلا، يعني الغاز ممكن تموت وهي مش دريانه. فالحمد لله قوي قوي ان هي يعني شمت او حست او ندهت لي، ربنا ما اردش انه يوجعني فيها، فالحمد لله. بس انا فعلا يعني قلت ان انا احذركم انبهكم انه ما تسيبوش الولاد لوحدهم، بالذات يعني لو زي ما انا كده السخان جديد مثلا لسه ما جربتوش ما اعرفش كفاءته، فخلي بالكم لان المساله خطيره. واللي قريته بعد كده خطير جدا، ان هي كانت ممكن تفقد حياتها، الله اكبر، لو قعدت وقت اطول بيحصل دامج في المخ، فممكن مثلا تفقد البصر، حبيبه قلبي، ممكن يحصل في خلايا المخ دامج، يعني في مخاطر. انا يعني مش عارفه، مش عايزه اخوفكم، بس انا برضو طالعه احذركم. وبجد انا بسألكوا، انا مش عارفة ايه الاجراء، لان انا قضيت 3 او 4 ساعات من اصعب ما يكون في حياتي. عاوزة اقول لكم ان هي صداع شديد جدا بعد ما فاقت، بقى عندها صداع شديد قوي، يعني استمراره خلاني خفت وقلت انزل اروح مستشفى اشوف اقيس لها الاكسجين واطمن. الحمد لله اللي قابلنا الدكتور قلب كان كويس قوي وكشف عليها كويس قوي قوي قوي، وطمني ان الاحساس اللي هي فيه ده الصداع الشديد قوي، وتقولي صفاره يا مامي، صفاره في وداني مش قادره. طيب الحمد لله طمني ان الاكسجين كويس وان هي نبضها سريع شويه عشان هي متوتره وخايفه، بس قولي نقول كده الحمد لله. طلب طبعا اشعه ومش عارف غده ترقيه ودخلني في البزنسه بتاعتهم دي، بس ما اسفه سامحوني، انا ضربات قلبي سريعه جدا من كتر ما لما بفتكر الكام ساعة دول بحس اني يعني انا اللي خلاني اتكلم معاكم احساسي بالمسؤولية، والله اني خلي بالكم، خلي بالكم على نفسكم وعلى اولادكم لان المسألة خطيرة. في الوقت نفسه انا اللي بعرف اتصرف كويس قوي في الحياة، انا فعلا مش عارفة اعمل ايه. السخان ده هل اكلم شركة الغاز، الشركة اسفة بتاعت السخان دي، واقولها حصل كده؟ هل في غلطة مني أنا في تركيبه؟ هل الأنبوبة فيها حاجة؟ معرفش، بس الموقف كده يعني، فمش عارفة، استنى رأيكم قولولي. إن أنا لحد اللحظة دي
كل اللي عملته ان انا قضيت ليله بشكر ربنا قوي ان بنتي الحمد لله بامان، وانا صحيت دلوقتي وبصيت عليها الحمد لله كويسه، بقيت بتغسل وشها، طبعا خايفه تدخل التواليت اصلا، وخايفه وخايفه، بس هي نفسها كويسه الحمد لله. ربنا قدر ولطف واداني الدرس ده، وقلت اقوله لكم ودعواتكم، وانا اسفه اني يعني كنت مشدوده كده، بس والله هو ده اللي رجعني ان انا اتكلم معاكم واعمل ايه. الحمد لله على كل شيء، شكرا.